مساء الخير جميعا. الحقيقة احنا بنعقد هذا المؤتمر الصحفي لكي نعلن تضامن اتحاد كتاب مصر مع احد اعضائه الذين يعتز بهم، وهو الشاعر الشاب احمد سعد دومة، الذي عرفناه في ميدان التحرير في الأيام الأولى للثورة، ثم كان كما أشار زميلي عضو مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ محمود بطوش الذي أقدمه لكم، وأقدم لكم عضو مجلس الإدارة أيضا الأستاذة نوال مهنة، وهم يمثلون يعني رموز الأدب والشعر والثقافة في مصر. حضر إلينا أحمد سعد دومة في هذا المكان وعلى هذه المنصة بعد أن كنا نحن على منصته في ميدان التحرير حين دعيت لألقي كلمة الأدباء والكتاب من على منصة الثورة في ميدان التحرير. وأذكر يومها أننا طالبنا بالإفراج عن المعتقلين من أبناء الثورة، والذين كانت الحكومة الأولى التي جاءت بعد الثورة تنفي وجودهم وتقول أنه ليس هناك أي معتقلين من أبناء الثورة. فمن فوق هذه المنصة قرأنا في الميكروفون أسماء بعض المعتقلين، قرأنا ما يزيد على 20 اسما من المعتقلين، وهؤلاء كانوا الذين توصلنا لأسمائهم، وكانت هناك أسماء أخرى لم نكن نعرفها في ذلك الوقت، ولم نكن نتصور في الحقيقة، ولم أكن أتصور أنا شخصيا أن الشاب الذي كان يقف إلى جواري على هذه المنصة في ميدان التحرير سيكون بعد سنة كاملة من اندلاع الثورة هو نفسه معتقلا، ومعتقل بتهمة واهية لا قوام لها ولا سند لها في القانون، كما أخبرني الممثل القانوني للاتحاد. لا، ما في يعني ما فيش تهم محددة، ووقت الأحداث بتاعت حرق المجمع العلمي ما احنا عارفين، بس احنا مش عايزين نكرر لان احنا مش معترفين بالكلام ده، لانه اي كلام لا يستند الى ادلة قانونية واضحة لا موضع له في القانون. قصة الاتحاد مع الثورة قصة ممتدة يعني منذ أول يوم في الثورة، ولعلكم تعرفون جيدا أن اتحاد كتاب مصر كان أول نقابة في مصر تعلن تضامنها وتأييدها مع الثورة، وكان ذلك يوم 26 يناير، يعني قبل مرور 24 ساعة على اندلاع الثورة في ميدان التحرير يوم 25، كنا بنعقد جلسة طارئة لمجلس الاتحاد، كان موجود فيها زملائي وضمن 30 عضو، وأيدنا الثورة ودعمناها وتبنينا مطالبها بالكامل، لأن مطالبها الحقيقة اللي كانت مرفوعة في ذلك اليوم وهي الحرية والديمقراطية والعدالة
الاجتماعية والكرامة الإنسانية هي نفس المبادئ التي نادى بها الكتاب من جيل إلى جيل، بل والتي دفع الكثير من الكتاب ثمنا لها في بعض الأحيان من وظيفتهم، إذا رفضوا منها فصلوا منها، أو من حتى وطنهم حين كانوا يتم نفيهم، أو من حياتهم لمن فقدوا حياتهم بالفعل. فلم يكن من الممكن أن نتجاهل هذه المبادئ التي طالبنا بها على مدى السنوات. بعد ذلك كان كتاب مصر جميعا في ميدان التحرير، وهناك عرفنا أحمد سعد دومة، وعرفنا عبد الرحمن فارس، وعرفنا الكثير من الوجوه التي أجدها أمامي اليوم. ثم عقدنا اجتماعا طارئا لمجلس الاتحاد في ميدان التحرير أيضا، وكان ذلك قبل يوم 11 فبراير بأيام قليلة، وتوالت علاقتنا مع الثورة ومع الميدان حتى يومنا هذا. وسعدنا يوم جاء إلينا أحمد سعد دومة ضمن وفد من شباب الثورة هنا، وشرفونا على هذه المنصة، وألقى أحمد في ذلك اليوم بعض أشعاره، وأعجب بها كبار شعراء مصر الذين كانوا يجلسون في هذه القاعة. لقد بذلنا جهدا كبيرا حتى توصلنا لمعرفة مكان أحمد سعد دومة بعد أن ظلت كل الجهات تنفي وجوده وتنكر وجوده، ولكننا توصلنا إلى معرفة مكانه بمساعدة محامي الاتحاد وهو القانوني الكبير الأستاذ عصام الإسلامبولي. وغدا ستكون جلسة لأحمد سعد دومة، وسيعلن محامي الاتحاد الأستاذ عصام الإسلامبولي تضامنه مع أحمد سعد دومة باعتباره عضو أصيل في هذا الاتحاد، وواجب الاتحاد أن يحمي أعضاءه وأن يدافع عنه. إذن كما قلت لكم، قصتنا مع أحمد سعد دومة قصة ممتدة، هي قصة هذا التلاقي بين أدباء وكتاب مصر الذين يمثلون ضمير الأمة وعقلها المفكر، وبين شباب مصر طليعة هذا الشعب الذين قاموا بهذه الثورة، والذين تلاقينا معهم في البداية في ميدان التحرير، ثم هنا في هذه القاعة حين جاءوا وشرفونا بالزيارة. وكما سعدنا وشرفنا بأن نكون أول نقابة أصدرت بيان تأييد للثورة يوم 26 يناير، فإننا شرفنا أيضا بأننا كنا أول نقابة تلقت زيارة من وفد من شباب الثورة ضم حوالي 9 أعضاء. مش كنتوا 9 تقريبا يا أحمد؟ كنتوا كام؟ ياسر حوالي 9 وانت كنت موجود. نعم، ونور كانت موجودة كمان، وعبد الرحمن فارس وصحيح وآخرين. فهذا هو ما أردنا أن نجتمع حوله اليوم لإعلان تضامننا مع أحمد سعد دومة، وبذلك أتصور أننا نرسل رسالة قوية لمن يعنيه الأمر أنه
لم يعد من الممكن أن نعتقل إنسان حر شريف وأن يسكت المجتمع أو يغض الطرف عن ذلك. فكل شاب من شباب الثورة كما أثبتت لنا تجربة الكثيرين منكم وراء الشعب بالكامل، وراء نقابته، وراء ناديه، وراء أصدقائه، ووراء ذويه، ووراء المجتمع بأسره الذي نزل وراء الشباب يوم 25، فهو أيضا لن يتركهم في أي محنة يتصور البعض أنه يستطيع أن يختطفهم إليها. هذه هي الرسالة، وهذا